المكانة التي تحتلها سيارة فولكسفاجن الخنفساء في ألمانيا تعادلها في فرنسا سيارة سيتروين 2 سي في، وهذه السيارة باسم البطة كانت السيارة الشعبية في ثلاثينيات القرن العشرين. مدير سيتوين آنذاك بيير بولونجي كانت لديه تصورات واضحة بشأن مواصفات سيارته الشعبية. يجب أن تسعى لمزارعين وشوال من البطاطس، وأن لا تقل سرعتها عن 60 كيلومترا بالساعة، وأن تكون بنوابض مريحة، وأن تكون سهلة القيادة. أما المظهر الخارجي فليس بالمهم. موديل تي بي في الأقل جاذبية، والذي بدأ تصنيعه عام 39، نفذت فيه تعليمات مدير سيتروين بصرامة، حتى اختبارات قيادة السيارة وعلى متنها سلة مليئة بالبيض تم تنفيذها أيضا. حجم خيال المصمم فيلامينيو بيرتوني عن عمد لتصبح السيارة بمثابة مظلة على 4 عجلات. بعد الحرب العالمية الثانية سمح لكبير المصممين لدى سيتوين فلامينو بيرتوني بإدخال بعض التحسينات على هيكل السيارة، لكنها لم تحقق سوى نجاح معقول، فقد تم الاحتفال بطرح موديل 2 سي في في عام 48، وكانت الأصداء متواضعة، وقد وصفتها الصحافة بأنها علبة تسع 4 قطع من السردين، وقيل أيضا إنها بطة صغيرة قبيحة، هذا بالإضافة إلى بعض الأقاويل الساخرة. لكن الفرنسيين وضعوا البط في قلوبهم، ولا عجب في ذلك، فالبيانات التي صنعت على أساسها تعتمد على واحد من أكبر استطلاعات الرأي أجري عام 22، فآنذاك سألت ميشلان 10,000 شخص عن تصورهم للسيارة الشعبية المثالية. لا يمكن تصنيع سيارة أبسط من البطة، فهذه المقاعد أشبه بمقاعد معسكرات التخييم، ومن يحتاج للهواء لا يقوم بإنزال الزجاج، بل يدفع النصف السفلي منه إلى الخارج ليعلق هنا، وهذا ليس سهلا أثناء القيادة. أما لوحة العدادات فحدث ولا حرج، إنها توليفة غريبة من المعدن، وأهم جهاز في وسطها هو مؤشر البطارية، وعداد السرعة هنا لا أدري لماذا. الطريف في كل ذلك أن كابل عداد السرعة يحرك المساحات في الوقت نفسه أيضا، عندما يشتد المطر إذن عليك بزيادة السرعة. أساس سيارة البطة يشبه سيارة فولكسواجن الخنفساء من حيث الهيكل المركب عليه جميع القطع الأخرى، كما أن تصميم مظهر جناح السيارة الأمامي والمصباح قديم جدا، يعود إلى حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، غير أن السقف القماشي يمكن سحبه إلى الخلف لمساحة أكبر، لذا يمكن تصنيف البطة ضمن فئة سيارات الكابريو المكشوفة. يصعب اعتبار ذلك نمطا من الرفاهية، فقد كان التصميم في ذلك الوقت يعكس التقشف في ظل ندرة المعدن بعد الحرب. لم تعتبر البطة سيارة جميلة قط، حتى إعلانات سيتروين كانت تصفها بأنها ذات مظهر غريب لكنها متميزة من حيث القدرات. مجموعة الحركة الأسطورية كانت تمنح الشعور الفريد لقيادة سيارة البطة بفضل النوابض الحلزونية الأفقية. صندوق الأمتعة المتواضع يتسع للعديد من أجولة البطاطس، ويمكن فتح السقف الجرار للحصول على هواء نقي. في الداخل المقاعد بسيطة جدا، وقمرة القيادة تبدو وكأنها غير منتهية الصنع. السيارة مجهزة بالحد الأدنى من الأساسيات. تحتوي السيارة على محرك بوكسا ذي اسطوانتين بسعة 425 سنتيمترا مكعبا وقوة 12 حصانا. في البداية كانت قوة محرك البطة 9 أحصنة فقط، ورغم ذلك فإن مجموعة نقل الحركة متطورة جدا، ولأنهم رغبوا في تخفيف الوزن لذا تمت الاستعانة بمحرك ذي اسطوانتين مصنوعتين من الألومنيوم، وبذلك تعد البطة السيارة الوحيدة التي ظلت حتى عام 90 يمكن إدارتها بعمود مرفقي، حتى أن الصانعين فكروا بصناعتها دون آلية تشغيل، وكانوا يعتبرونها سيارة للمزارعين، وكلهم متزوجون وبإمكان زوجاتهم إدارة السيارة بالعمود المرفقي.
أقوى نماذج سيارات البطة كان يصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة بصعوبة بعد نحو 40 ثانية، ورغم ذلك لم تكن القيادة مملة. إمكانية القيادة على الطرق الوعرة والمنعطفات كانت أسطورية، فعند إدارة المقود بقوة تنحرف السيارة بقوة إلى الجانب لدرجة أن المرء يخشى انقلابها، لكن ذلك لا يحدث، فمحرك بوكس مثبت بالأسفل ويوفر التوازن، لذا من المستحيل أن تنقلب البطة. عام 67 فكرت الشركة في إيقاف إنتاج البطة، لكن ذلك لم يحدث، وحتى عام 92 أي بعد أكثر من 40 عاماً تم إنتاج البطة، بل وتضاعفت قوة محركها 3 أضعاف لتصل إلى 28 حصاناً، وهو رقم قياسي بالنسبة لها. السيارة مختزلة إلى أدنى حد، وتقنية البطة بسيطة للغاية، كما أن تكاليفها تقارب الصفر، وهي رمز لعدم البذخ، وبالفعل تحولت رمزا للطلاب ومناهضي الطاقة النووية ومنتقدي التوجه الاستهلاكي. تم صنع أكثر من 5 ملايين سيارة على مدى 4 عقود، وقلما كانت هناك سيارة جسدت نمط الحياة الفرنسية مثلها، ومن هذا المنطلق تعد البطة نقلة نوعية في تاريخ السيارات. تتميز سيارة 2CV قليلة الرفاهية بتقنيتها المتينة، إذ يمكن لمحركها الصغير أن يسير لمسافة 300,000 كيلومتر، وهكذا فإن البطة تسير تماماً مثل شقيقاتها الألمانية الخنفساء.